وبالمحاضرة. وردت أسئلة كثيرة في شأن التدخين، هناك عدة أخوة من المؤمنين بعثوا لنا بقصاصات ورق يقولون أنه الرجاء تبيان مطلب سماحة السيد الشهيد في شأن فتوى الجيجار السيجار، ونحن نقول أنه من خلال الخط الموجود في إفتاء المولى المقدس في شأن السيجار، أن المولى المقدس عليه أفضل الصلاة والرحمة لم يعتبرها من الدخان الغليظ المفطر، وبالتالي جائز في نهار شهر رمضان أن يشربها، أو ما أعرف شي عبرون المدخنين يستطيع أن يتناولها بطبيعة الحال. فلذلك السيد الشهيد عده، وكذلك هذه الفتوى ليست فقط للسيد الشهيد وإنما كذلك للشيخ نصر مكارم الشيرازي، وكذلك آية الله العظمى المرحوم سيد حسين بحر العلوم، وكذلك للسيد محسن الحمامي آية الله العظمى سيد محسن الحمامي، وكثير من العلماء يذكرون أن الدخان ودخان السجائر ليس من الدخان الغليظ، وبالتالي يمكن تناوله في نهار شهر رمضان ولا يعد من المفطرات.